مهرجان السيجار الكوبي حدث كبير تحتضنه العاصمة هافانا لمدة أسبوع، ويتضمن احتفالات وعروضا لأهم علامات السيجار الكوبية وكيفية صنعه. ويدفع الزائرون الذين يأتون من كل أنحاء العالم لحضوره الآلاف من الدولارات لشراء التذاكر. مهرجان هذه السنة سيحيي الذكرى 50 لوفاة رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل الذي كان من أحد أكبر مدخني السيجار الكوبي. تأتي هذه التظاهرة في ظل أجواء من التقارب الأمريكي الكوبي، ومن بين تداعيات ذلك هو السماح للوافدين من الولايات المتحدة بشراء ما قيمته 100 دولار من السجائر، الأمر الذي كان ممنوعا من قبل. هي المرة الأولى التي تمكنا فيها من شراء السيجار قانونيا، قبل ذلك كنا نشتريه بطريقة غير شرعية، نحن سعداء بذلك. يذكر أن المواطنين الأمريكيين كانوا ممنوعين من السفر إلى كوبا عدا أولئك الذين لديهم أقرباء أو يسافرون في إطار شراكات تربوية أو ثقافية.